السلام عليكم طلابنا طالباتنا الأعزاء، اليوم محاضرتنا أيضا على الـ Occupational Health. Definition is the promotion and the maintenance of highest degree of physical, mental, social well-being of workers in all occupation. يعني وظيفتنا هو المحافظة على السلامة الكاملة اللي هي الـ Physical، يعني البنيان الجسدي والعقلي والاجتماعي للعاملين. أو ممكن نعرف أنه application of preventive medicine، يعني شلون نحافظ على صحتهم in all places of employment. فال environment occupational environment هو external or some of external conditions that influence the workplace. شنو العوامل الخارجية اللي ممكن تأثر على محيط العمل؟ فنقول there are three types of interaction in working environment: human and physical, chemical and biological agent. يعني التعامل قد يكون ما بين الإنسان والعوامل المحيطة به اللي هي الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، أو التعامل ما بين المان and machine، والتعامل ما بين المان and man، يعني ثلاث أبعاد إلها. فال occupational hazard ممكن تكون physical, chemical, biological, mechanical hazard and psychological. رح نتناولهن واحد واحد. الفيزيكال هازارد هو الهيت اند كولد واللايت نويز فايبريشن الترا فايلت راديشن اينويزنج راديشن. فالهيت ممكن تكون افكت اما دايركت اور اندايركت. الدايركت لايك بيرن اللي هي الحروق، الهيت اكزوستشن والهيت ستروك والهيت كرامب. اما الاندايركت افكت ممكن تكون ديكريز افشنسي، انكريز فاتيجابيليتي اور فاتيج اند انهانس اكسيدنت ريتس. الفيزيكال هازارد اللي قلنا عليها الهيت ممكن تكون هي is the common physical hazard in the most industry. الكمفور زون هو بيعيش between 20 and 27، بينما نحكي على الكولد هذه طبعا نسبتها أقل، مثلا تعرضها إلى الفروست بايت الهايبوثيرميا chill plane and immersion food. نتناولهن واحد واحد. الهيت اكزوشن مثلا شنو علاماته وشنو علامة الهيت ستروك؟ الاكزوشن هو مثلا اللي ينتهي او اللي يتعب نتيجة الحرارة، بينما الهيت ستروك هو يصير عنده صدمة حرارية. فهنا البيشنت بالاكزوشن راح يكون فينت اور ديزي، يعني يقمع عليه او ممكن يكون دايخ وعنده اكسسيف سويتنج، السكن كول كلامي سكن، عنده نوزي وبومبتنج، والبلس هنا راح تكون رابيد بات ات از ويك بلس، وعنده مصل كرامبس يعني تشنجات عضلية. هذا مجرد انه نحتاج انه نوديه الى مكان مضلل وبي اير كونديشن ومبرده باستخدام هذا الدرينكينج ووتر، او حتى نستخدم له كول شاور الى اخره، كولد كومبريس برا ممكن يستعدل. في حين انه الهيت ستروك هنا عنده ثروبينج هيديك، ما عنده سويتينج لانه نشف ما عنده بعد جسمه اي سوائل، يكون ريد هوت ودراي سكن، عنده نوزي وومتينج، رابيد بولس بت هير ات از سترونج بولس، وماي لوست كونشسنس. First of all احنا لازم نبلغ الاسعاف الفوري اذا احنا كنا بالمستشفى بعد هذا شغلنا. فمنا الى ان ينتقل ان المفروض انه يعرضوه يبردوه بالكومبريس، او حتى ممكن يستخدموا له الايس باك الى اخره. فالمهم انه نحاول ننقذ حياته. هذا هو الشخص، ممكن نسوي له ابلاي الكولد كومبريس، وممكن يستخدموا له الفان حتى تقلل التمبريتشر، نرفع رجله عنده ما يوز فلويد يعني ما يشربه، او ممكن حتى نعطيه اي في لاين. الكولد اكسبوجر يعطينا تشيل بلين اللي احنا نشوفها، مثلا هذه هنا نشوف هذا تشيل بلين اللي هو شوفوها اكو مناطق تكون بها مثل الشبكه اللي هي اريثيما، هذا تشيل بلين ممكن نتعرض لها. الاريثرو ساينوسز اللي ممكن انه نشوف عليها هنا، ممكن يصير عندهم الازرقاق اللي يصير بالاطراف بالاصابع. الاميرشن فوت اللي هي هذه اميرشن فوت اللي هو الانسان اللي يتعرض للبرد وتنتهي بالإمرشن فوت، ممكن تكون عنده فروست بايت لايك ذيس وان، ذيس ريزلت اوف كوتينيوس بازل كونستركشن، فممكن يصير عنده جانجرين اند جنرال هايبوثيرميا. اللايت هنا اكسبوجر مي بي تو هاي الومنيشن اور لو الومنيشن، اللي هي البور الومنيشن ذير ار تو افكت ايذر ات از اكيوت اور كرونيك. اكيوت يعني إذا واحد يشتغل أو يقرأ في منطقة معتمة ظلمة، أو يستخدم الموبايل بدرجة إنارة خفيفة، فش راح يكون عنده؟ راح يصير عنده eye strain, headache and eye pain وalso there is fatigability. إذا كرونيك راح يستخدم الفترة طويلة، راح يصير عنده nystagmus يسموها الماينر nystagmus، هذول عادة اللي يشتغلون بالمناجم.
If there is excessive brightness مثل هذه المناطق المضيئة جدا, they are liable to have discomfort, annoyance and visual fatigue. What about noise? Noise are of two types. يا إما طبعا الإفكت auditory effect ممكن أنه يصير temporary or permanent hearing loss, وممكن تكون non-auditory effect راح يصير nervous, fatigue and interfere with communication by speech, يعني ما واحد يسمع الثاني من يتكلم. The degree of injury depend on many factors, على الانتنسيتي والفريكوانسي رينج. طبعا كل ما تكون النويز عالي كل ما تكون دامج اكثر, على الديوريشن اوف اكسبوجر وعلى الانديفيديوال سسبتابيليتي. فايبريشن فريكوانسي على بين 10 الى 500 هرتز, يوجوالي ات افكت ذا هاند اند ارم, واللي هي اللي يسموها وايت فينجر بيكوز ات افكت ذا فاين بلاد فيزلز اند ان ذا فينجرز. And sometimes there is injury to the joint, مثل هذا اللي نشوفه راح تكون عادة in the hands and in the elbow, in this man. طبعا هاي اللي احنا ممكن نستخدمه نشوفه العاملين اللي يستخدمون الحفارة. الالترافيلت راديشن mainly in the arc of arc welding, اللي هو هذا اللحيم القوس اللي نشوفه هذا. هذا طبعا ممكن يأثر على العين فيسوي له intense conjunctivitis, ومرات يصير لهم keratitis يسمى welder flash, conjunctivitis, keratitis. الإفكت disappear within a few days, no permanent damage. الionizing radiation هو radiation hazard comprise genetic change. طبعا كل radiation خاصة معروفة أنه ممكن تأثر على تغييرات أفراد جينية, يعني خاصة بالحبل, أو ممكن تغير هو الخصائص الخلايا نفسها فممكن يسوي cancer, ulceration, sterility and death. الmaximum permissible level of occupational hazard at 5 frame per year to whole body. فلازم خاصة الأطباء اللي يشتغلون بالأشعة وأيضا العاملين الصحيين اللي يشتغلون بالطب الذري والطب الأشعائي ممكن معرضين لهذا التلف أو هذا الهازارد. الكيميكال هازارد مثلا increase introduction of a newer or complex chemical, طبعا depend on the duration of exposure والquantum of exposure and the individual susceptibility. ممكن تكون chemical hazards, يمكن تكون local action, ممكن تكون by ingestion or by inhalation. Local action عادة there is chemical dermatitis, eczema, ulcer and even cancer by primary irritant action, locally primary irritant action. هذه نشوفها بالhousewife مثلا أو اللي يشتغلون بالمواد الكيميائية مثلا, خاصة اللي تكون ملامسة إيدهم مباشرة ممكن يتعرضون even to the cancer. Some chemicals are absorbed through the skin, فممكن يسوي systemic effect مثل الأروماتيك نيترو and amino compound اللي TNT والأنيلين, فممكن تكون harmful. نجي على الدست. الدست هو هذا يعني ممكن تكون environmental بس هي مو chemical نقصد بيها, هذه ممكن نقول عليها يعني الدست اللي ممكن أحجامها تختلف وهذا ممكن تأثر على respiratory tract. فbetween 5 to 10 مايكرون هذا الأبر respiratory tract infection تسبب لنا, between 3 and 5 micron هذا mid respiratory, between 1 and 3 micron usually it reaches the alveoli. فinhalation اللي قلنا عليه مثلا الدست, usually it is finely divided solid particle with a range from 0.1 إلى 150 micron. فكل ما تكون larger micron more than 10 هذه ممكن تستر rapidly, يعني ما راح نشوفها تخترق الجسم, لكن كل ما تكون أقل, كل ما حجمها أقل من 10 هذه ممكن أنها تكون remain suspended indefinitely, راح تبقى معلقة بالهواء. فإذا كانت less than 5 micron it will be inhaled directly into the lung and retain there. This fraction of dust يسموها respirable dust and mainly responsible for pneumoconiosis. Dust have been classified into organic and non-organic or soluble or insoluble. What about gases? Exposure to gas is a common hazard in industry and classified into a simple gas مثل oxygen and hydrogen. Asphyxiated gases مثل carbon monoxide, carbon monoxide, cyanide, sulfur dioxide والكلورين. ممكن أكو غازات اللي anesthetic اللي هي مثل الكلوروفورم والإيثر. فإذا أكو غازات ممكن يسبب لنا دامج ممكن لا ما تأثر. الميتال and their compound inhaled as dust or fume. فمثلا ingestion usually substances are swallowed. طريقة الingestion هو أي مادة ممكن أنه يعني تبلع أو تبتلع in a minute amount, ممكن أن يتناولها عن طريق البلع بس هذه through contaminated hand or food or what else cigarette.
Most of ingested material is excreted through feces and only a small proportion reach the general blood circulation. A biological hazard here, worker may expose to infective and parasitic agent. واللي احنا هسه كل هدا نعرف انه مشكلتنا ويا الكورونا هو biological hazard، وبعضهم يتوقعون انه هي يعني حرب بيولوجية. فممكن occupational disease اللي يتعرضون اكثر شيء هم مثل البروسيلا، ممكن الانثراكس، التيتانوس، والانسيفيلايتس، والفانجل انفكشن. فعادة those work among animal products و agricultural worker are specially exposed to biological hazard، يعني اللي يشتغلون تعرفون بعد يعني اللي يسموهم أطباء بيطريين أو اللي ممكن يشتغلون بالمصلخ بالمذابح، فممكن هذول بالمعامل اللي تستخدم يعني هاي المفردات الحليب وغيرها مشتقاتها، فممكن أنه تكون معرضين أكثر من غيرهم إلى الإصابة بالبيولوجيكال هازارد. الميكانيكال هازارد 10% of accident in industry said to be due to mechanical، فمعروف أنه ممكن هذا مثلا في أحد في عام 1908 هاري ماشين اللي هو هذا عمره 16 سنة، فتعرضت له حادثة فإيده ورجله اثنيناتهم ripped off، يعني انقطعت إيده أثناء العملية، بس هنا ما عنده compensation paid، يعني ماكو تعويض. فيما بعد ظهر قرار أنه العاملين اللي تعرضون الحوادث ممكن أن يتعوضون تعويضات والغرامة. هذا طبعا مثل آخر أن psychological hazard arise from worker failure to adapt their psychological environment، يعني هو ده يشتغل بس ما متكيف نفسيا معه، فممكن تكون due to influence by factors like education, culture background, family life and social habit. فممكن يكون عنده psychological أو behavioral changes راح تتغير نفسيته أو تعامله بالآخرين، أو ممكن يكون psychosomatic health، يعني يظهر عنده مرض عضوي لكن هو في حقيقة الأمر هو بسبب عامل نفسي. Thank you.